حالة تثبيتك في منتصف الصدر بمسدس بالشكل ده، مش هينفع تحرك ايد المهاجم لا الناحية دي ولا الناحية دي، ولا ينفع ترجع لورا. في الحالة دي انت لازم تتحرك بكامل جسمك بعيد عن المسدس، يا اما هتاخد الخطوة للناحية دي كده انت غيرت اتجاه المسدس بعيد عنك خالص اهو، يا اما هتتحرك للناحية التانية بالشكل ده. لازم انت اللي تتحرك طالما هي في المنتصف، ما ينفعش اتحرك ايده لان مسافة طويلة. نفس اللحظة هنا برضه، وانا هنتحرك بكامل الجسم، يا اما في الاتجاه ده يا اما في الاتجاه ده. اهو الخطوة اللي انا اتحركتها بقيت بعيد عن المدى بتاع المسدس خالص اهو. الايد دي هتمسك من هنا اهي، والايد التانية برضو ماسكة الاجزاء بتاعة المسدس كده، وهنسحب السحبة دي، وانا بسحب السحبة دي بغير اتجاه المسدس اهو. بص اهو، خدها بحركة سريعة. الحركة اللي انا بتحركها من تحت اهي، بص مجرد ما بتلف اللفة دي انت خليت اتجاه المسدس بعيد عنك خالص اهو، بعكس ان انت تتحرك بالاتجاه ده او تتحرك الاتجاه ده بمسافة طويلة من منتصف الصدر لبره بمسافة طويلة اهو. بص الدوران ده بيخليك تطلع بره المجال بتاع المسدس خالص اهو. بص حركة الرجل وحركة الجسم مرة واحدة اهي كده، انا طلعت بره خالص اهو. في نفس اللحظة اللي انا بتحرك فيها الايد الاتنين بيكونوا ماسكين المسدس بالشكل ده، الايد دي ماسكة المسدس والايد دي ماسكة القبضة بتاعة المسدس. حتى لو حاول يحرك ايده التانية عشان ياخد المسدس، انت بتعمل الحركة سريعة جدا فمبيلحقش يحرك ايده التانية. اخد دوران كامل اهو، اتجاه المسدس بعيد عني اهو. نفس اللحظة اللي انا باخد فيها الدوران ده الايد الاتنين بيكونوا ماسكين بالشكل ده، بسحب وبغير الاتجاه وانا بسحب السحبة دي كده.